المرحلة الأولى محاضرتنا هي عن الإيثرات، كمقدمة عن الإيثرات إنه هي organic compound. الفورمولا إلها هي ROR، حيث الـ R والـ R برايم هي مجاميع الكيلية أو مجاميع الريل اللي هي البنزين رينج، بمعنى أن تكون أما مجاميع أليفاتية أو مجاميع أروماتية. هي أيضا تشبه الكحولات، وأيضا إلها علاقة بالووتر الماء، من حيث أنه أيضا كستركتشر انه مثل ما ذكرنا سابقا، قلنا انه هي الكحولات نفس ستراكشر الماء، لكنه فقط استبدلت وحدة من ذرتي الهيدروجين بمجموعة الكايل جروب. فهذه ايضا هم نفس الحالة، يعني انه نشوف انه كل من الكحولات والايثرات هي مشابهة في التركيب الى تركيبة الماء، فقط انه استبدلت مجاميع الهيدروجين بمجاميع الكيل. هذه المجاميع الالكيل بالايثرات اما ان تكون سيمتريك ايثر، أي تكون متماثلة، أو أن تكون asymmetric ether، يعني إيثرات غير متماثلة. فنشوف هنا كsymmetric ether أمثلته هو هنا عندنا diethyl ether، يعني هنا المجاميع الألكيلية على طرفين على طرفي ذرة الأكسجين تكون متماثلة. أما هنا نسمي asymmetric ether لأن المجاميع على طرفي الأكسجين تكون غير متماثلة، يعني وحدة مجموعة ألكيلية وحدة مجموعة أروماتية حلقة بنزين مرتبطة. وأيضا منها ما يكون النوع الحلقي يسموه السايكليك إيثر مثل التترا هيدروفيوران THF. بالنسبة للخصائص الفيزيائية للإيثرات، طبعا هي مثل ما نعرف أنه إحنا هنا الإيثرات لكون أنه ما تحوي على مجموعة OH هيدروكسيل جروب مثل ما نلاحظها بالكحولات، لذلك هي ما تكون هيدروجين بوندينج، فبالتالي انه العزم المغناطيسي لها راح يكون جدا قليل، يعني الدايبول مومنتوم لها قليل. لذلك من نجي احنا هنا ندرس الخواص الفيزيائيه للايثرات، انه هي مركبات تتصف بالخاصيه القطبيه الضعيفه، مثل ما نشوف انه راح تكون سمول دايبول مومنتوم، يعني العزم المغناطيسي لها ضعيف او قليل، فما تستطيع انه ترتبط بعضها ببعض بواسطه روابط هيدروجينيه كما يحصل في الكحولات. فلذلك هي لو جينا قارناها بالكحولات، لما نضع مركب يحوي على مجموعة OH هيدروكسيل وعلى مركب يحوي على إيثر بصيغته، هو يكون كصيغة إيثر، نشوف أنه درجة غليان الكحولات أعلى بكثير من درجة غليان الإيثرات. فإذا بمعنى أنه الإيثرات تتصف بدرجة غليان قليلة، يعني أقل من الكحولات. أما من ناحية الصولبلتي الإذابة، نشوف أنه هي تذوب الإيثرات جزئيا في الماء وليس كليا، ويرجع ذلك إلى إمكانية تكوينها روابط هيدروجينية بين الهيدروجين الماء والأكسجين الإيثر، ويمكن أن تذوب في معظم المذيبات المركبات العضوية. إذن هي تذوب في الماء، لكنه إذابتها راح تكون هنا طفيفة أو قليلة أو جزئية، يعني ممكن أنه هذا الأكسجين الموجود بتركيبة الإيثر أن يكون هيدروجين بوندينج مع الماء، يعني أن يتكون أواصر هيدروجينية بين هيدروجين الماء والأكسجين الإيثر، لكنه مو مثل ما تكونها الروابط الهيدروجينية اللي تتكون عندنا بالكحولات. شوف هنا أنا أيضا شوف شلون إنه ممكن نتكون هيدروجين بوندينج، لكنه الإذابة مالته تكون طفيفة أو قليلة. نجي على نظام التسمية بالإيثرات، هنا عندنا هذه الأمثلة مثل هذا الدايأثل إيثر اللي هو هنا عندنا على الطرفين مجموعة مثل دايميثيل إيثر، فهذا يسموه متماثل، نوع من الإيثرات المتماثلة. عندنا الدايأثل إيثر أيضا هذه نوع من الإيثرات المتماثلة السيمتريك، فهنا على الطرفين تسمى هذه إنه يعني نخلي لها المقطع داي ثنائي وأثل أور مثل لأنه تكون متماثلة. أما هذا أيضا شوفوا هنا أثل مثل إيثر، يعني سميناه حسب النظام الأبجدي إنه بدينا بالأثل ثم المثل إيثر، يعني هذه تعتبر مجاميع فرعية. وعندنا الداي بروبيل الإيثر، هذه مجموعة بروبيل نسميها كألكيل، يعني هاي مجاميع ألكيلية مرتبطة بالأو. وعندنا أيضا مثل فنل إيثر، إنه هذا راح يكون غير متماثل من الإيثرات الغير متماثلة اللي هي مجموعة مثل، وهاي تسمى مجموعة فنل، نسميها حلقة البنزين هاي تسمى بالفنل، فهذه تعتبر مجموعة بديلة أو معوضة. أيضا هنا عندنا داي ايزوبروبيل إيثر، يعني هذه هنا تعتبر ايزوبروبيل، تفرع ايزوبروبيل هاي المجموعة كلها هاي تسمى بالايزوبروبيل، فهي داي لأنه ثنائية متماثلة على طرفين متشابهة. أيضا عندنا ايزوبروبيل فنل إيثر، من هالجهة عندنا هاي الايزوبروبيل وهذه اللي هي الحلقة الأروماتية تسمى بالفنل إيثر.
يعني هذا نظام التسمية الشائع، انه يضاف المقطع ايثر دلالة على ان احنا عندنا هنا المركب ايثر. ايضا هنا عندنا ايزوبروبيل انبروبيل ايثر، هذه تعتبر CH3 by 2، هي ايزوبروبيل، واما CH3 CH2 CF هذه تعتبر شنو؟ انبروبيل ايثر، يعني مجموعة بروبيل اي مجموعة الكيلية. نشوف ايضا هنا بنظام الايوباك، نظام التسمية الحديث، انه هذه المجاميع الايثر الالكيلية ممكن ان تسمى بالالكوكسي جروب، فهذه ممكن ان نعطيها تسمية اذا كان ارتباط OCH3 فيسمى بالميثوكسي، واذا كان ارتباط OCH2CH3 يسمى بالايثوكسي والى اخره. مثل ما نشوف هنا، نلاحظوا انه بالتسمية الحديثة ممكن ان نعطي ارقام لهالمجاميع المعوضة، مثل ما هنا نقول واحد مثل أو واحد ميثوكسي بروبان، واحد ميثوكسي بروبان، يعني أنه هذا البروبان الألكان ارتبطت به مجموعة ميثوكسي، تعتبر هذه فرعية بكربون رقم واحد، وأيضا واحد إيثوكسي بيوتان، واحد إيثوكسي بيوتان، الأساس هو الألكان هو البيوتان، وهذه تعتبر شنو؟ واحد إيثوكسي، هي مجموعة فرعية دلالة على أن عندنا إيثر. وكذلك 3-ميثوكسي هكسان، أيضا هذا الهكسان وأيضا ارتبطت بمجموعة فرعية اللي هي الميثوكسي، وأيضا 2-إيثوكسي إيثانول، 2-إيثوكسي إيثانول، هذه مجموعة C2H5 هي إيثوكسي، وهذا هنا المركب هو إيثانول، يعني الأساس هو كحول وهذه تعتبر مجموعة فرعية، هنا الأساس ألكان وهذه تعتبر مجموعة فرعية. كذلك 4-ايزوبروبيل او ايزوبروبوكسي سايكلوهكسانول، يعني هو الاساس سايكلوهكسانول وارتبطت به مجموعه ايضا فرعيه اللي هي الايزوبروبيلوكسي سايكلوهكسانول، يعني برقم رقم 4 اتصلت بالحلقه اللي هي السايكلو بكربون رقم 4. فهنا اعطيناها ترقيم، يعني احنا مثل ما نعرف بالتسميه الحديثه ننطي هاي المجامع الفرعيه البديله المعوضه أرقام. وعندنا أيضا هنا بارا إيثوكسي بنزويك أسيد، يعني الأساس هو البنزويك أسيد مجموعة السي دبل أو إتش المرتبطة بالحلقة الأروماتية، نسميه بنزويك أسيد هذا المركب الأساس، وهذه تعتبر فرع اللي هي مجموعة الإيثوكسي. والبارا أنه ارتبطت بموقع بارا، إحنا عندنا الأرثوميتا وبارا، أو ممكن أنه نعطي رقم نقول رقم 4 إيثوكسي بنزويك أسيد. فهذه بالنسبة إلى نظام التسمية. نشوف هنا عندنا هذه السايكليك ايثر، هذه غير مطالبين بها ومطلوبة، يعني بالنسبة لهذه اللي هي الايثرات اللي تكون بهذا الشكل حلقي، مثل حلقة الفيوران، التتراهيدروفيوران، البايرين، ايضا هنا 1-4-ديوكسان، هذه مجرد انه دي يوضح لنا انه ممكن الايثرات تكون بشكل حلقات فيسموه سايكليك ايثر. من نجي إلى تحضير الإيثرات، أول تفاعل التحضير هو تفاعل ويليامسون اللي إحنا أخذناه بالكحولات، لما ناخذ هنا عندنا الصوديوم فينوكسايد واللي عرفنا إحنا شلون نحضره من خلال تفاعل الكحول مع فلز الصوديوم أو البوتاسيوم فيعطينا الكوكسايد الأيون، وبعد ذلك نفعله مع هاليد الألكيل فيعطينا الإيثر، فهذا تفاعل جدا مهم، تفاعل ويليامسون لتحضير الإيثرات، ولازم نعرف إن هو من ناتج هذا الإيثر، راح يكون من أي مادة مع أي مادة تتفاعل، يعني starting material. وعندنا تفاعل رايمر تايمن اللي هو تفاعل الفينول، هنا الفينول هذا المركب الفينول مع أيضا الأثيل برومايد RX بوجود الـ aqueous NaOH قاعدة مائية، فراح يعطينا أيضا الأثيل فينول إيثر. ايضا يعطينا هنا الايثرات، هم يعني ايضا هذا يسموه تفاعل رايمر تايم لتحضير الايثرات من خلال تفاعل الفينول مع هاليد الالكيل بوجود القاعده، فيعطينا هنا الناتج هو الايثر. عندنا ايضا تفاعل الالكوكسي ميركوريشن والديميركوريشن، هنا انه نشوف الالكيل لما نفاعله مع الكحول بوجود اسيتات الزئبق الميركوري هنا، فراح يتم اضافته ايضا هنا الستات الزئبق مع الـ OR، وبعد ذلك يعني يضاف هنا الهيدريرو ايجنت كاختزال، يحصل عندنا نوع من الاختزال هنا بهذا التفاعل، فيعطينا هنا الناتج هو الإيثر، وهذا طبعا الناتج المتكون هنا الإيثر مثل ما نشوف RO، وتحولت هذه مجموعة الأسيتات إلى H، تكون مكانها H، نحصل عندنا هنا اختزال.
فيكون هذا التوجيه حسب قاعدة ماركينكوف. أيضا هنا يكون الإضافة حسب قاعدة ماركينكوف orientation. شوف أيضا هذا عندنا المثال. والتحضير الآخر الثالث هو من خلال الـ biomolecular condition of الكحول. هذه أيضا أخذناها بالكحولات، قلنا لما ناخذ 2 molecules من الكحول بوجود الـ H2SO4 وبدرجة حرارة 140، فيعطينا هنا شنو الدايميثيل إيثر أو الدايإيثيل إيثر، يعطينا هنا الإيثرات. هذا أيضا أخذناه التفاعل بالكحولات. أما بالنسبة لتفاعلات الإيثرات، فالتفاعل هو واحد فقط مطالبين به، اللي هو هذا تفاعل الليفيج للإيثرات باستخدام الـ HBr والـ HI. فبالتالي هنا إيش راح يعطينا؟ الكايل برومايدز أو الكايل أيودايدز. إذا ميكانيكية التفاعل هنا للإشطار للإيثرات باستخدام الـ HX اللي هو الـ XMn يكون بروم أو يود. مثل ما تشوف هذا التفاعل العام الـ General Formula للرياكشن، اللي هو الـ ROR الإيثر يتفاعل مع الـ HX فيؤدي إلى برتنت أكسجين الإيثر، ثم تتحول إلى هاليد الألكيل زائد جزيئة الكحول، تضاف إليها HX أخرى فتعطينا هنا هاليدات الألكيل. هذا الميكانيزم راح تكون خاضعة إلى النيوكليوفيليك سبستيوشن. طبعا هاي الخطوة الأولى اللي هي قلنا أنه راح يتم إضافة البروتون هنا إلى مجموعة الـ OH يعني أو الـ O هنا اللي هو الإيثر، وبعد ذلك راح يكون عندنا هاليد الألكيل. وبعد ذلك أنه هذا الكحول المتكون راح يضاف للـ HBr فيعطينا اللي هو R برايم X زائد H2O. فهذا الميكانيزم جدا مهمة، هاي الميكانيكية تحفظ. آخر شيء عندنا هنا اللي هو الأكسيديشن للإيثر، هذا غير مطلوب، هذه هنا هاي غير مطلوبة.